رجعنا مع حضراتكم ومعانا في الفقره الثانيه من البيت الكبير اثنين من النقاد الرياضيين الكبار جدا هيكونوا معانا. هنتكلم اكيد على مباراه النادي الاهلي امبارح مع بيراميدز، وكمان نتكلم على مباراه الوداد اللي ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق فيها للنادي الاهلي. برحب بالاثنين الكبار اللي معانا، الناقد الكبير استاذ محمود صبري، اهلا بحضرتك، والمؤرخ والناقد الكبير استاذ طارق الادور، اهلا بك. منورين. الله يخليك. اكيد هنتكلم في محورين، المحور الاولاني مباراه النادي الاهلي وبيراميدز امبارح بما فيها من اجواء ما قبل المباراه واثناء المباراه. هبدا بالاستاذ محمود صبري، شفت مباراه النادي الاهلي كمجمل في امام بيراميدز كان شكلها عامل ازاي؟ شفت احنا لما نيجي يعني ناخد تقييم الموسم ككل، يعني ايه ما زال فرقه النادي الاهلي بتتحس الطريق نحو العوده لما قبل السنتين الثلاثه اللي فاتت. اوكي. مش في قبل كورونا، الجزء قبل كورونا كان في عمل كبير عمله فايلر. اعتقد ان موسيماني مواصل تكملته مع الطابع الافريقي اللي هو يعني ايه الشغل الجامد قوي على الارض، يعني بدا يتضح في مباراه انبي رغم انه ما خدهاش مقياس مع فاري، لكن امبارح كانت مباراه من العيار الثقيل، فيها تعرضت لضغوط لطرد، تعرضت لاصابه مفاجاه، تعرضت لضياع ضربه جزاء، كل العوامل دي عملت لك كان ممكن تبقى كفيله انها تعمل لك مشاكل داخل المباراه مع فريق متميز، فريق عنده مجموعه من النجوم اللي هم كانوا يعني منهم نجومك اللي قبل كده، فاعتقد عارفينك. فالمساله كان المباراه فيها صراع قوي جدا، في تحسن رغم يعني النتيجه من وجهه نظر مش مقياس، لكن العمل على الارض واللعيبه وتحركاتهم والاصرار والاداء البدني حتى اللحظات الاخيره يؤكد انه في عمل كبير بيقوم بيه موسيماني. انا مشفق عليه، هو في تحدي كبير جدا في ظروف صعبه، في كل مباراه اصابه، في كل مباراه حاجه غريبه بتحصل مش مفهومه، ربما يكون دي تداعيات الفتره والضغط النفسي والعصبي المتواصل، مباراه كل 3 ايام، كل الكلام ده بيتقال، لكن انا وجهه نظري لعيبه الكره لاعب الكره المحترف ما يوقفش على الكلام ده، خلاص المبررات دي اعتقد انها انتهت. لكن دي دفعه معنويه قبل المواجهه الكبرى، قبل مواجهه الحلم، دي كانت مطلوبه جدا رغم انك انت ما لعبتش بالتشكيل الاساسي، لعبت ببعض العناصر وجربت حتى اشركت راس اليو بدري وبعد كده سحبته، الناس كلها استغربت، اعتقد انه اصاب، لكن هو اصيب، لكن تكتيك مختلف حب يغير عشان يملي منطقه نص الملعب وينطلق بقى من خلال الهجمات اللي جايه من الخلف للامام. مباراة كانت مهمة، مباراة حتى رغم خروج النتيجة لكن هناك رضا تام وقناعة من جماهير النادي الاهلي الواعية والفاهمة انه الهدف الاكبر هو اللي هيكون يوم ان شاء الله يوم 17 إن شاء الله في المغرب، اعتقد ان شاء الله هيكون الشكل افضل كده بكتير باذن الله. استاذ طارق، الاجواء قبل مباراة الاهلي وبيراميدز، وانت عارف كمان تأثير نتيجة المباراة على حسم يمكن المركز الثاني بالنسبة للبيراميدز ونادي الزمالك، خلينا نتكلم على الجزء الفني شويه، وتكلميني برضه على الجزئيه ديت ان النادي الاهلي طبيعي بادائه دايما، وهو مكان في اعتقادي الشخصي مكان بعيد تماما عن التفكير في هذه الجزئيه، جزئيه ان الصراع الدائم الغايب في الاسابيع الاخيره ما بين نادي الزمالك وبيراميدز لحسم المركز الثاني للوصول السنه الجايه لتمثيل مصر في الشامبيونز ليج. شوف هقول لك على حاجه، ما حدث من الاهلي هو لحظه تاريخيه دائما بيثبت فيها النادي الاهلي المفترض ان هو دائما فريق بيلعب للفوز، وانه فريق ما عندوش حسابات الوسطى بعلاقه نتيجه المباراه بالاخرين. الحقيقه دي حته لابد اننا نذكرها، يعني هذا الموقف تكرر تاريخيا تقريبا مثلا تقول مثلا في اخر 20 سنه مثلا 15 مره، في كل مره النادي الاهلي بيلعب وهو عنده هدف واحد. يعني النادي الاهلي امبارح رغم الظروف انه عنده بعد 6 ايام مباراه افريقيه مهمه جدا مع الوداد، ظروف ان عنده اصابات كتير، ظروف ان عايز يحافظ على لعيبه ممكن هيحتاجها في مباراتين ما بينهم 6 ايام، ما بين مباراه الذهاب والعوده 6 ايام، هيلعب الاهلي يوم السبت وبعدين هيلعب يوم الجمعه مباراه العوده، في كل الظروف دي لا الاهلي بيلعب بتشكيله شبه الاساسيه، يمكن لا يغيب عنها الا اضطرارين علي معلول اللي هو اصلا مش موجود، لكن كل اللعيبه المتاحين لعبوا. ثانيا مستوى اداء النادي الاهلي كان تقريبا بيلعب بنفس الاستراتيجيه اللي حطها موسيماني. ناس كتير تقول لك ايه وانت بتحكم على موسيماني من مباراتين، لا انا دايما بقول
ان الحد الادنى للحكم على اي مدير فني هو 10 مباريات دايما كده. حتى في اوروبا المدير صحيح. الفني اللي جاي ده ما يقدرش يقول لك بعد 3 4 مباريات حتى لو ظهر، لكن انت بتقرا استراتيجيه بس، ممكن تكون ما تنفذتش بنسبه 100%، بتقرا الاستراتيجيه. استراتيجيه موسيماني مختلفه شويه عن فايلر، وعلى فكره مش عايزين نقول ان فايلر كان عصره سلبي، هو فايلر بنفسه اختار ان هو يسقط ما بين العظماء المدربين، لكن كان بامكان فايلر دخول قائمة العظماء بتاع المديرين الفنيين اللي جم للنادي الأهلي من الأجانب، زي نوعية هيديكوتي، نوعية ديتريش فايتسا، نوعية مانو جوزيه، اللي كان ممكن لولا ان هو قاعد يفكر تفكيرات كتير ان هو هيمشي هيقعد وكورونا، وهو عنده كورونا اكتر في بلده من عندنا صح. يعني كورونا اللي عندهم اكتر من عندنا، كل الامور ديت حرمته من انه يكون ايقونة كبيرة جدا في تاريخ النادي الأهلي. المهم ان موسيماني مشي على استراتيجية دي. اولا ان موسيماني مش بنحكم عليه من الثلاث مباريات اللي ادار فيهم الاهلي، لا حتى السبع سنين اللي شفناه مع سان داونز، وسان داونز ما كانش بعيد عننا يعني، سبع سنين سان داونز بتشوفه كل سنه لان الاهلي بيلعب كل سنه في دوري الابطال، والزمالك بعض السنوات صحيح. بيلعب في دوري الابطال، فموجود فبنشوفه كتير. حتى لما النادي الاهلي خرج من البطوله مبكرا، الزمالك لما وصل في 2017 الى النهائي كان هو مع سان داونز، فشفناه، شفنا طبعا مستوى اداء صن داونز. اكتر الفرق الافريقيه اللي شفناها على مستوى تشامبيونز ليج بتلعب قدام الاهلي والزمالك صن داونز، يعني تحس بالزبط. ان احنا اسلوب الفرقه عارفينه، وحفظنا اللعيبه الطريقه فهو بص، موسيماني من المدربين اللي مش كتير في افريقيا اللي مهتم بان الكره الجميله. خلي بالك ان في مدربين هو ما يهموش غير النتيجه بس، زي هيكتور كوبر كده مثلا. هيكتور كوبر لما جاء في الكره المصريه، على الرغم ان وصلنا كاس عالم وطلعنا نهائي افريقيا اللي احنا ما عملناهاش بعد كده يعني او قبل كده، قبليها في الدورات اللي قبليها بتاعه كاس عالم، لكن ما حدش ابدا كان في مصر راضي عن شكل الفرقه، يعني كان دايما باستمرار هو عايز يكسب، ازاي مش مشكله يروح كاس الامم الافريقيه يلعب مثلا في 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 البطوله 6 مباريات يسجل 5 اهداف، يعني معدل اقل من هدف بس وصل لنهائي. تيجي لو انت البطوله اللي فاتت كنا مسجلين معدلات اهداف اكتر، ولكن خرجنا من دور 16. ففي حاجه ملمح عام كده ان هو يحب الكره الجميله، يعني النادي الاهلي في الفتره ديت ادى كوره شكلها حلو. يعني انا اكد كلام حضرتك في لقائي معاه، هو تقريبا قال نفس الكلام، قال النادي الاهلي بيكسب، طبيعي ان النادي الاهلي بيكسب، لكن هو شايف ان النادي الاهلي ممكن يكسب بشكل افضل، وهو ما بين قوسين كلمه الشكل دي هو بيتكلم على الاداء، انك تعمل المعادله الصعبه في التدريب شويه، انك بتادي بشكل الناس شايفه انه شكل رائع جدا وكمان نتيجه ايجابيه، دي معادله صعبه. وفي اعتقادي ان موسيماني عنده يعني عنده امكانيات اولا اللعيبه، وعنده من الافكار انه يطبق دوت في بعض اللاعبين، ممكن نشوفهم السنه الجايه في النادي الاهلي تطبق فكره بشكل كبير. فعايز اكد كلام حضرتك ان فعلا الكلام ده مظبوط. استاذ محمود، وانت بتتكلم حسيت ان يعني مباراه الاهلي وبيراميدز، انت شايف ايه اللي خرجنا بيه من الماتش دوت، بعض الايجابيات وبعض السلبيات؟ خلينا نقولهم سريعا، ايجابياتنا ايه في مباراه بيراميدز، وكمان ممكن اكيد في بعض السلبيات ممكن نتكلم عليها. بص حضرتك، المجمل انه الجمهور بيبقى هو المقياس. الثلاث مباريات اللي لعبهم الاهلي قبل كده قدام بيراميدز، لاول مره يشعر جمهور الاهلي انه فرقته واقفه على رجليه، يعني فرقه واقفه رغم انه الاهلي كسب اخر ماتش 2-1، لكن الاداء والروح اللي بتتكلم على الشكل البدني. لا الشكل البدني انا بكلمك على الشكل البدني، وحتى الجماعي التحرك بتاع الفرقه، يعني في لعيبه امبارح عملت مشاوير جامده جدا، يعني لياقه، يعني بسم الله مش حاجه مفاجاه، ما حدش كان يعني انا ما توقعتهاش بالشكل ده. لكن انا من وجهه نظري اللياقه البدنيه واضح رقم واحد، الروح بتاعت الفريق مختلفه، يعني الاداء الجماعي يتحسن تدريجيا من مباراه لاخرى، النسق يرتفع بشكل معين، مهام حتى اللعيبه في تحركات حتى في الدفاع والدخول لجوه وعلى الطرفين برضو بدا يبقى فيها شكل، يعني ايه في سن في تعديله في تعليمه اتقالت، فبدا يبقى الاداء يبقى فيه روح اكتر. يعني يمكن لو يعني طرد السوليه يمكن كان ممكن المباراه يبقى فيها كلام وفيها اهداف كده، لكن يعني ضربه جزاء وكره في القائم وكره عليك في القائم، يعني لكن المباراه راحت وجت. لكن الثلاث حاجات دول يعطيك يعني يديك اشاره
على انه يعني ان شاء الله القادم افضل. يعني ايه في عمل كبير، الراجل عنده أجندة بتاعته، عنده مشروعه، عنده هدفه، عارف قيمة المكان اللي هو فيه. يعني أنا وبكررها لك بقول لك مشفق عليه، لأنه لما كان بيبتسم بعد 3 ماتشات حسيت أنه هو شايل الهم، لأنه عارف مستغرب حتى في المؤتمر الصحفي بيقول لك في كل مباراة إصابة. يعني دي برضو دي لغز، دي برضو لغز محتاجة كابتن، محتاجة حل. يعني مسألة برضو غريبة على الأهلي في الموسم الماضي والموسم الحالي، حاجة يعني مش مفهومة، محتاجة تفسير. أنت أفضل، أنت عارف هو قيمة المواجهة الصعبة اللي جاية، أكيد فكر فيها ودرس وجارس وبذاكر، مش هيقول لك هو بيعمل إيه. واعتقد الفرصة اللي هي الفرصة تعالى اللي هي تعالى تعالى يعني إن شاء الله. إحنا بس معانا تقرير طبعا استعدادات النادي الأهلي، وأكيد قفل ملف مباراة بيراميدز. لكن رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، وأستاذ طارق كنا بنتكلم أثناء التقرير إن أنا شايف، ويمكن الناس تستغرب الكلام شوية، أنا يعني مش هقولك اتبسطت، لكن قلت فرصة كويسة إن عمرو السولية يطرد في الوقت دوت، وقت كان صعب جدا، لأن دي كمان ممكن تجربة تحدث في المغرب، إنك تفقد لاعب من اللاعبين أثناء المباراة، وبالتالي الشكل أو التكتيك المعين اللي أنت تقدر تلعب بيه أثناء النقص العادي ده، النادي الأهلي ظهر وعمل شكل كويس أوي، لعب 4-4-1. يعتبر ده جزء كمان من مكاسب مباراة بيراميدز، انك اعتبرت جزء او بروفا متكاملة زي ما بيقولوا لمباراة الوداد. هو فعلا كلامك مظبوط. وانا لو انت سألتني ايه اهم مكسب من مباراة بيراميدز، بعيد عن المكاسب الرقمية اللي هو النادي الاهلي مازال مستمر فيها، ومنها الحفاظ على شباكه للمباراة ال 12 على توالي، ورفع رصيده الى 86 نقطه يعني قدام مباراه طلائع الجيش، لو كسبها هيبقى اعلى عدد نقاط في تاريخ الدوري، بجانب 9 ارقام الاهلي وصل لـ9 ارقام قياسيه ممكن لو فاز بمباراه طلائع الجيش المتبقيه. بعيدا عن الارقام، انا شايف ان اهم مكسب للنادي الاهلي في هذه المباراه انه اتحط في الموقف ده، موقف صعب جدا كان الاهلي مر بيه حتى في دوري ابطال افريقيا السنه دي امام النجم الساحلي، لما يعني حاله طرد المبكره جدا وقتها، كان النادي الاهلي اتعرض انه يلعب 10 افراد تقريبا، نقدر نقول 85 دقيقه من 90 دقيقه، فهو اتعرض بعيدا عن الطرد، يعني مش لازم الاهلي يفقد لاعب، بس النادي الاهلي نتيجه النقص الشديد في مركز قلب دفاع اللي لم يعد عنده الا الاثنين اللي موجودين اللي هم اساسا بيلعبوا قلب دفاع، اللي هم ايمن اشرف وياسر ابراهيم. اي لاعب تاني هيلعب او هيقدر انه يلعب هو مش مركزه الاساسي، برضه طبعا موضوع صعب جدا قدام لعيبه عندها القوه البدنيه وعندها عنصر الطول. خلي بالك عنصر الطول ده مهم جدا، سواء موجود في كازادي كاسينجو اللي بيلعب راس حربة اساسي، او في ايمن الحسوني اللي بيلعب تحت راس الحربة او بيلعب راس حربة لو كاسينجو ما لعبش. عندنا كمان وليد الكارتي، لعيبه كتير جدا عندهم بنيه قويه، فمحتاج النادي الاهلي انه يلعب بالطريقه اللي تعرض ليها في مباراه بيراميدز. في مباراه بيراميدز فجأة أنت ما عندكش لاعب، فمضطر ترجع مجدي قفشة جنب أليو ديانج، وعلى فكرة أليو ديانج أداء هو ده اللي احنا منتظرين منه في أدائه في المباراة ديت، يعني لعيب أنت محتاج، زي ما أنا حتى كنت بعلق في قناة الأهلي على المباراة امبارح، قلت إن اللي حجز مكانه من تشكيلة النادي الأهلي بشكل مؤكد هو أليو ديانج، لأن أليو ديانج أصبح هو والسولية، أنا من وجهة نظري يعني الاثنين الأفضل، على إن حمدي فتحي لو ما احتجتوش في مراكز قلب الدفاع فإنك أنت عندك لعيب زيادة يقدر ينفعك حتى خلال المباراة لو احتجت اللعيب. يعني تفضل البداية بأليو ديانج مع عمرو السولية، وحمدي فتحي عنده مهام خاصة إنه لو احتجناه بالظبط قدر الله سردباك يبقى جاهز إنه يكون موجود، أو يعني واحد على الدكة بروحين زي ما بيقولوا يعني. بالظبط كده. فاحنا بنتكلم على برضو اللعيبه المتاحه دلوقتي، انت عندك لعيبه متاحه، بس انا عايز اقول حاجه، انا يعني بتمنى ان دي ما تحصلش، لان انا سامع في الكواليس كده ان موسيماني عايز ممكن يغير طريقه اللعب او كلام من ده، وده اخطر شيء. الكلام اللي انا كنت بقوله يمكن وكنت بقوله على الهواء هنا في قناه الاهلي في نفس يوم مباراه الاهلي والزمالك الاخيره، اللي كنت بقوله على ان مهما كان انت عندك استراتيجيه بتلعب 4-2-3-1 وخلاص اتعودوا اللعيبه عليها وعلى مهامها، يبقى انت تنفذ نفس الطريقه حتى لو فقدت بعض اللاعبين الاساسيين لتنفيذ طريقه 4-2-3-1، مش انت فقدت بعض اللاعبين تقوم تحول الطريقه مثلا ل 4-3 زي ماتش الاهلي والزمالك. ايه اللي حصل في ماتش الاهلي والزمالك؟ انك انت ما كانش عندك اطراف خالص، كل الاطراف اصيبت، حسين الشحات بعيد
واحمد الشيخ اصيب وحتى جيرالدو اصيب، يعني ما كانش عندك اطراف. فعملت ايه؟ راح جاي فايلر، ودي اكبر خطا عمله خلال مسيرته اللي اعتبرها انا كانت مسيره ناجحه جدا مع نادي الاهلي. اكبر خطا عمله انه راح معدل الطريقه الى 4-3-3 ولعب بثلاثه الارتكاز اللي هم الثلاثه بتوع حمدي فتحي واليو ديانج والسوليه، والنتيجه ان الثلاثه ما فيش حد عارف واجباته. يعني انا عليا ايه؟ يعني ديانج ده عليه قلب الملعب، كان تايه شويه في حته انه بيطلع طرف يمين بيلعب يمين. ايوه بالظبط، هو انت فجاه بتفاجئ اللعيبه ان انت هتلعب طرف يمين وحمدي فتحي هيلعب طرف شمال والسوليه هو اللي بيبقى في النص، وكل واحد مش عارف مهامه. ده راي استاذ محمود، يعني برضو استاذ محمود يمكن انت تابعت كمان، يعني ما كانش الاثاره في الدوري المصري بس يعني لتحديد مركز الثاني او مين ليه الافضليه في المركز الثاني، لكن كمان على المستوى الدوري المغربي كان تقدر تقول ان الدوري فضل رايح جاي ما بين الوداد والرجاء في 3-4 مرات في ربع ساعه. ف شفت دي ازاي؟ شفت ده 90 من ماتش الرجاء، يعني النتيجه 1-1 وهناك متقدم الوداد، وال يعني مسابقه يعني قويه فيها صراحه. ده بيبقى ليه نتائج اخرى، بيبقى مردوده لما يبقى عندك 3-4 فرق بتصارع، بيبقى عنده مردوده برضو على مساله المنتخب، بيدي البطوله بيديها نفس وبيديها يعني متابعه. الوداد في البطوله دي غير اعتقد 3 مدربين، يعني كان قبل المدرب اللي جابه ده اصلا وجابه من حسينيه اغادير، وكان قبلها كارلوس جاريدو ومشي، والراجل ده تولى معاهم اخر 8 مباريات في الدوري. هو بس عنده حاجه في الدوري المغربي انه ما لا يجوز الجمع انك تولى تدريب فريق مرتين، فحتى ما كانش بيتابع من على كان موجود في المدرج، كان موجود في المدرج جاموندي ده. جاموندي الراجل ده مش لعيب كره قدم على فكره، يعني اصلا بدايته مش لعيب كره قدم، بالعكس ده هو بدا التدريب سنه 98 مع فريق في الارجنتين، وبعد كده قعد معاه سنه وبعد كده اختفى وظهر بعد 5 سنين في افريقيا. ظهر بعد 5 سنين ظهر في افريقيا، واول ما ظهر في الترجي كمساعد كمان. وده من المدربين اللي دربوا على فريق سان داونز برضه في فتره من الفترات. عنده بص عنده مشوار كبير ما بين التدريب وما بين الاداره، ومشي من افريقيا وراح اتحاد كلباء وبعد كده رجع تاني على الجزائر. يعني عاوز اقول لك يعني المعلم عنده اكيد في شنطته فيها بس فيها، يعني هو في الدوري من اخر 8 ماتشات حقق 5 فوز و3 تعادل. انا بقول لحضرتك يعني ايه اللي انا عاوز اقوله لك ايه يا كابتن، ان هو مدرب ما عندوش سي في. لما اجي انا امسك اول سي في، احنا السي في تعبنا في مصر شويه. يعني ما كانش عندك ايه، يعني بص على شغل الراجل، يعني مش السي في، ممكن يبقى مدرب صنايعي وبيعمل فرقه ويشتغل، ممكن يعني مساله فوزه بالبطوله. طبعا فوز بالبطوله بيديك دعم كمدرب، بيديك قوه، وجددوا الثقه فيه كمان، يعني الاداره كمان. انا بقول لحضرتك يعني الاداره جددت الثقه يعني رغم الوداد الدوري. الوداد يعني فريق كبير واسم كبير في افريقيا، فبرضه لما يجيب مدرب زي كده اكيد بص فيه حاجه، يعني ليه فيه عنده حاجه بيعملها، بدليل الاداء انه حتى لو زي ما بيقول الدكتور ان هو في الفرقه ما لعبش بتشكيل ثابت، برضه دي استراتيجيه، يعني ايه بيعمل منها خلال الشغل، برضه بيجهز كل لاعيبته يبقوا جاهزين في كل المباريات، لما يجي يحتاج يحط التشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه الوداد. على فكره المواجهه في افريقيا هتبقى مختلفه جدا غير المواجهه في منافسات الدوري. طبيعي جدا التشكيل هيلعب بتشكيل مختلف. دكتور طارق كان بيتكلم هو دكتور وكنت لبس بقول لحضرتك ان موسيماني اعتقد من وجهه نظري هو عنده تقريبا 80-90% من التشكيل اللي هيبدا بيه مباراه الوداد. هل على الجانب الاخر المدير الفني للوداد استقر خلاص على التشكيله الاساسيه؟ بص هو جاويندي كان عنده مشكله ان هو بيلعب مباريات بشكل متتالي، وكان المشكله بالنسبه للرجاء والوداد على وجه التحديد بعد العوده من الكورونا ان هم كان عندهم كانوا لاعبين 15 مباراه في الدوري، كان حتى الرجاء متاخر بماتشين، يعني كان لعب 13 مباراه بس. فالرجاء اول ما خلص فتره توقف كورونا راح لعب على وجه، انا فاكر حتى تواريخ لعب يوم 28/7 ولعب يوم 31 ولعب يوم 3/8 و5/8 و8/8 و11/8، يعني لعب 5 مباريات بين كل مباراه ومباراه 3 ايام. اضطر ان فريق الرجاء ونفس الكلام الوداد، بس الفريق الوداد كان لعب عدد مباريات اكتر، كان باكتر بمباراتين من الرجاء، فبالتالي هو كان مؤجلاته اقل شويه.
لكن من اول ما ابتدى الوداد يلعب في الدوري ومن اول ما مسك جاموندي تقريبا ما فيش مباراتين متتاليتين لعبهم في الدوري في الفتره ديت بنفس التشكيل، يعني على عكس مثلا الاهلي فيه مباريات كتيره كان ما بين لاعب او لاعبين بيتغيروا، ثلاث لعيبه بالكتير اربعه يعني يوم ما يكون غير كتير. يعني الوداد غير كتير جدا. انا من وجهه نظري ان طبقا للمتاح موسيماني مش هيخرج تشكيله عن الشناوي في حراسه المرمى، هيرجع محمد هاني هيلعب باك يمين وهيلعب. طب استنى بقى عشان اكتب معاك التشكيل عشان يعني طبعا الشناوي اكيد، وطبعا الشناوي ومحمد هاني هاني باك يمين، وتكلم سرد باكين او السرد باكين ايمن هاني اول ولا فتحي؟ لا هاني. عشان ليه؟ عشان احمد فتحي هيعوزوا يلعبوا في حاله ظروف، اي ظروف، لو الاثنين قلبي الدفاع، واحنا عارفين ايمن اشرف راجع من اصابه وياسر ابراهيم برضو مش كومبليتلي فيت يعني، فهيبقى بيك اب يعني موجود، يبقى بالظبط يبقى موجود احمد فتحي في الحته دي او في نص الملعب حسب الاحتياج ليه. اما حته اللي بتتقال ان ممكن هو يلعب بثلاثه ورا منهم احمد فتحي، يعني صعب يلعب، دي مستحيل صعب، لان ما ينفعش تغير خالص صعب في شكل الملعب، وخاصه ثلاثه ورا بتبقى ليها تكتيك خالص. انت لو بتلعب 4 2 3 1 وتيجي تلعب 4 3 او 3 4 3 يعني بتبقى الخط، لا لكن دي تغيير جذري ما اعتقدش يعني. تتكلم محمد هاني باك يمين، تتكلم على ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم وايمن اشرف، ايمن اشرف ومعلول، معلول هيلعب اليو ديانج وهيلعب السولاي، انما حمدي فتحي هيبقى موجود برضو ان هو يسد نفس دور فتحي يعني، نفس دور بالظبط. هيبقى حسين الشحات هيلعب في الطرف اليمين تحت راس الحربه، واجاي هيلعب في الطرف الشمال، وبينهم مجدي قفشه، وفي قدام اليو بادجي. ده كده مش مروان، لا مش مروان، اليو بادجي هيلعب بره، وممكن مروان تستعين بيه في ماتش اللي هو العوده، لان برضو انت محتاج كل اللعيبه الاقوياء بدنيا. يعني انا مثلا ممكن اتخيل انه ممكن يلعب حمدي فتحي والسوليه في ماتش العوده، باعتبار ان الاثنين عندهم حته الزياده. طب نشارك استاذ محمود معانا، انت يعني احنا قلنا تشكيله، انت ليك افراد او تشكيله معينه، او شايف ان ممكن يحط لاعب على حساب لاعب بالنسبه للتشكيله ديت؟ لا هو دي يعني الاقرب للواقع، يعني تحليل الدكتور يعني 10 على 10، انا ما اقدرش ادفع عليه، لانه حتى لو قلت لك انه هيشيل مثلا اليو بادجي في المباراه دي وحط حمدي فتحي، لا المباراه عاوزه نفس، عاوزه ثلاث رئات، عاوزه انت هتواجه فرقه متميزه جدا في صناعه اللعب، يعني في نص الملعب سرعه جدا في نقل الكوره. هو عارف، هو الراجل موسيماني قاري كده وحافظ وعارف مواجهاته، شاف كل الفرق دي، شافهم ولعب معاهم، وعنده مشكله، يعني مش عايز اقول عنده مشكله معاهم، لا هي دي الكوره، بكسب وبتخسر وبتكسب وبتخسر، بس الوضع ان شاء الله هيكون مع الاهلي الوضع مختلف، يعني برضو رغم الظروف دي كلها، لكن تجهيزه للفرقه نفسيا وفتره الثلاث اربع ايام اللي هيقعدهم في المغرب والقفله على الفريق، اكيد اكيد هيبقى فيها شغل كتير جدا، لكن ده الافضل. وكويس انك انت لما تحتفظ بوجود مثلا، ممكن يفكر مثلا في ظل المباراه، ممكن يفكر انه يدخل هاني مع ياسر ابراهيم ويلعب احمد فتحي، يعني ممكن برضو دي حسب الحلول، عشان لو حصل ضمن الحلول ممكن يعني حسب يعني برضو قراءته لما هيتفرج وهيشوف، برضو اكيد هيبقى عنده، ممكن يبقى عنده، يبقى التفكير، لان المباراه دي مباراه خبره برضو محتاجه طبعا، برضو انك انت تخرج فيها بسلام. وانا بقول لك انه حسم التاهل للمباراه النهائيه، انا قلت لحضرتك قبل كده، يبدا من المغرب، مش انتظارا لعوده القاهره، لا المباراه هناك هي المباراه خلاص، ما فيش اسميها الارض بتلعب مع اصحابه والكلام ده خلاص، في ظل الاوضاع الحاليه انت مطالب انك انت تحقق مكسب خارج ملعبك بنتيجه ايجابيه كبيره جدا، لازم تعرف ان النتيجه اللي هناك هي اللي هتريحك هنا. طيب. لكن انتظار الى ما بعد العوده ده مش تعمل لك مشكله، يعني ممكن يبقى فيها في مثلا محمد هاني في اخر مباراتين عامل شكل حتى تغير في التحرك بتاعه، في القطع والتحرك من الداخل والتحرك على الخط، في عامل في يعني في تحسن، الراجل في حاجه بيعملها. احمد فتحي انا بقول لك ليه يفكر فيه حسب ظروف الماتش، يعني او حسب ما هو قارئ او حسب ما هو شايف انه احمد، خبره احمد فتحي هتفيده بحاجه، او ممكن يحتفظ بيه في ورقه يستفيد بيها في الشوط الثاني لو حصل اي ظرف في خلال المباراه. لكن نص الملعب بادجي ومثلا السوليه هم الانسب، قفشه وعلى يمينه وحسين الشحات، وحسين الشحات لازم يعرف انه دي مباريات الفرصه، والنصف فرصه والربع فرصه، المباريات يعني ايه، المباريات دي مش هتجيلك فرصتين ثلاثه فانت براحتك هتخلص، لا
لازم مزيد من التركيز والقوه وما فيهاش مساله لا يعني عاوز الاداء اسرع بالنسبه له والناس مراهنه عليه. يعني اتمنى اجاي انه يكون فايق. اجاي مهم جدا خلي بالك ويقدر يعمل جبهه قويه جدا مع علي معلول. وممكن كمان لازم تبقى فاهم ان الوداد برضه هيضغط على الجنب ده. يعني هيضغط على علي معلول محتاج مساعده كبيره جدا لان انت عارف مباراه يعني مباراه نفس مباراه لياقه بدنيه وهتبقى فيها كميه جري كبيره جدا. الفريق الاكثر هدوءا، الفريق الاكثر استفاده من الفرص اللي هتروح له في المباراه، الفريق اللي هيعرف يستفيد من التفاصيل الصغيره. هي في المباريات دي دايما تفاصيل ودايما حاجات، دايما كره ثابته، دايما ضربه ركنيه، دايما تسديده، الحاجات دي كلها ممكن هي اللي تخلصك المباراه. صحيح. دكتور طارق، دايما حضرتك بتؤمن بالارقام يعني وبتقول دايما الارقام بتدي مدلول معين. ارقام، لو جينا الارقام مثلا الوداد في الدوري نلاقي ان هو من افضل خط الهجوم، افضل فريق هجوم في الدوري 52 هدف، ولكن برضه خط الدفاع يعني دخل مرمى اعتقد 28 هدف. يعني برضه دخل في مرمى 8 بالظبط. نقدر نقول هنا استفاده من الارقام تدينا مدلول ان ممكن النادي الاهلي ان شاء الله يحرز هدف هناك، بيبقى الموضوع على الجانب الهجومي اسهل شويه من على الجانب الدفاعي. يعني احنا الدفاع بتاعنا هو المفروض ان شاء الله باذن الله هو اللي يكون حائط الصد الاول ويستغل بقى مش هقول الضعف الدفاعي للوداد، لكن الارقام بتقول ان احنا لا، لو النادي الاهلي ضغط بشكل معين فرص تهديفه ممكن تكون عاليه. يعني بص، هو الحكم على الارقام في مباراه كبيره في دور قبل نهائي الاهلي والوداد وفي ظروف خاصه كده زي ظروف كورونا اللي غيرت طبعا من شكل الفريقين كتير، ما قبل المارس وما بعد. طبعا ما تقدرش ما تديكش صوره قاطعه، ولو ان الاهلي جميع الارقام الفرديه والجماعيه الاهلي فيها افضل. يعني الاهلي في الدوري ال 33 مباراه لعبهم فاز 27 مباراه بفارق هدف واحد، فوز واحد عن الرقم القياسي للدوري، بينما فريق الرجاء الوداد كسبان 17 مباراه بس. الاهلي خسر مباراه واحده بينما فريق الوداد خسر 5 مباريات. تعالى على المشوار الافريقي بس، يعني سيبنا من الدوري، مشوار الافريقي بس. الاهلي في ال 12 مباراه اللي لعبهم فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 وخسر خساره واحده اللي كانت امام النجم الساحلي في مطلع مباريات دوري المجموعات، بينما فريق الوداد في ال 10 مباريات اللي لعبهم فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2. بصوا بقى الاهداف، الاهلي سجل في مبارياته ال 12 29 هدف، يعني معدل تقريبا 2.5 هدف في المباراه، ودخل مباراه 4 مرمى 4، بينما الوداد سجل 18 ودخل مرمى 8، يعني دخل مرمى ضعف اللي دخل مرمى الاهلي، النادي الاهلي في المشوار الافريقي وفارق طبعا في دي ارقام، ده رقم بس. لكن على المستوى الفني في مباراه زي دي ما تقدرش تقول ان الارقام دي كلها مدلول كده مطلق في نتيجه المباراه. لكن اللي هيحدد اكتر التفوق فريق على اخر هو تنفيذ الطريقه اللي هيلعب بيها الى الفريقين، وبالذات المستوى اللي هيأدي بيه فريق الوداد اللي هو تنوع كتير قوي في طرق لعبه. انا دايما بقول لك ايه، لو انت عندك طريقه لعب وفقدت 2 3 في طريقه اللعب دي ممكن تحط 2 3 مستواهم الفني اقل بس تنفذ نفس الاستراتيجيه، نفس المنهج ونفس الاستراتيجيه افضل ما تعدل في طريقه اللعب عشان تولفها على اللعيبه المتوافره. وده الخطا زي ما قلت لك القاتل اللي عمله فايلر في مباراه القمه بتاعت مباراه الزمالك. لكن انا عشان كده انا بقول لك الاهلي يلعب بنفس طريقته، لا هي 3 4 3 اللي هو 3 ورا ولا يقفل الاجناب اللي هي عند علي معلول، لا انا كل الاسلوب اللعب هو على فكره موسيماني برضو الفرق البسيط اللي بينه وبين فايلر في طريقه الاداء، الاثنين بيلعبوا كره جميله، لكن الفرق ان موسيماني عنده استراتيجيه ان اول ما بيفقد الكوره في تعليمات واضحه وصريحه ان كل اللعيبه ترجع ورا خط الكوره. كلمه ورا خط الكوره يعني الكوره هنا كل اللعيبه بتبقى ورا الكوره. تفتكر ما عملهاش بس عشان النقص العددي؟ يعني تفتكر يعني احنا عارفين النادي الاهلي لعب نقص عددي، اول كان النادي الاهلي بتقطع منه الكوره ودي لقطات كتيره جدا انه كل الفرقه بترجع تسعه تقريبا 9 لعيبه موجودين تحت الكوره. ده استراتيجيه ولا علشان برضو موضوع ان انت ناقص عدديا وبالتالي كان تعليمات، يعني تعليمات لمباراه ولا ده سيستم ماشي عليه؟ ده سؤال حلو جدا، سؤال جميل جدا. اقول لك ليه، لان انا اما قلت لك في البدايات انا مش بحكم على موسيماني من 3 مباريات، لا بص على جميع انا تقريبا مباريات سان داونز لغايه ما لاعب النادي الاهلي في مباراه العوده في بريتوريا اللي انتهت بالتعادل 1-1 شفتها كلها تقريبا كل المباريات.
فبص على سان داونز بيلعب بنفس الستايل ده اللي هو اول ما بيفقدوا الكره حتى على ملعبهم اللي هم مميزين فيه. بس الفارق بقى ان موسيماني لما كان مع سان داونز كان عنده على الاقل خمس لعيبه صراع جدا في الثلث الهجومي، فبيقدروا يعملوا ينفذوا الكاونتر اتاك. يمكن النادي الاهلي مش معتمد قوي على حته السرعات زي ما كان في بدايه الموسم، ما كان مثلا حسين الشحات لسه قبل الاصابه كان في قمه المستوى الفني، وجونيور اجاي كان اعلى من دلوقتي، وكان عنده حتى وليد سليمان اما كان بينزل كان بيفرق كتير جدا، وكان رمضان صبحي طبعا ما في حدث ولا حرج في المنطقه دي، كان تقريبا الشكل اللي يحبه موسيماني. بس تعالى بقى نشوف الوضع على الارض بالنسبه للفريق زي الوداد. الوداد بيغير طريقه لعبه كتير، بس طريقه لعبه اللي بتتغير ديت بتتغير حسب ظروف المباراه. وهو برده كان ذكي جدا جاوندي، اول ما جه هو عارف ان عنده مباراتين، وعارف ان هو هيلعب مباراه بتحسم دوري. خلي بالك كنا احنا بنعاني من اجهاد، نتكلم ان الاهلي لعب مع بيراميدز يا استاذ محمود. يعني نقطه الاجهاد دي يعني النادي الاهلي يمكن كان عنده اولويه او عنده اريحيه انه حسم الموسم الدوري قبلها بسبع اسابيع، لكن الضغط العصبي والاجهاد الكبير جدا الذهني خلال يعني الكلام ده كان امبارح ممكن جدا استاذ محمود ياثر على لعيبه الوداد بدنيا، واكيد على الجانب كمان المعنوي لسه ما استعدوش بشكل جيد. ممكن مباراه امبارح دي خساره الدوري يعني النادي الاهلي طبعا خد الدوري من الاسف يعني حضرتك يعني لا يعني انا مش عاوز اقول لك انه عشان من نفسينا نقول ان احنا نقابل الوداد وهو محبط، لا الوداد عنده هيبقى عنده دافع ان يخرج من خساره الدوري بان هو عاوز يوصل للمباراه النهائيه قدام فريق بحجم الاهلي. ما تنساش برضو مباراه نهائي 2017، اعتقد انه لعيبه الاهلي لازم يتفرجوا كمان على رغم انه ظروفه مختلفه وجمهور وبتاع والتحكيم يعني كان ربنا يخليهن يعني بكر جسامه يعني، لكن عاوز اقول لك انه لا انت هتواجه فريق شرس وعايز ينهي مهمته في ملعبه، فهيبقى عندك ضغط رهيب جدا. اذا انت ما خدتش نفسك وعندك القدره على تحمل الضغط ومرور اول تلت ساعه في المباراه على الاقل بسلام دون ان يصاب مرماك باي هدف، بعد كده الامور تهدى. يعني اعتقد كل الشغل اللي هيتعمل على الفتره دي انك انت ازاي تتجاوز مرحله الضغط في بدايه المباراه اللي هيكون فيها دي نقطه تحول ينطلق من خلالها الفريق، واكيد تفكير موسيماني في النقطه دي. فالمساله اللي انت حضرتك بتقولها لما الاهل يفقد الكوره، انا عاوز اقول لك على حاجه، ارجع من فتره يعني ايه مش سيبنا من فتره قبل كورونا، خلينا من بعد كورونا واللي حصل، بص على اداء الفريق في مباريات هتلاحظ يعني الخطوط كان وضعها عامل ازاي. يعني الامور يعني في لمسه بتتعمل، مش عاوزين انا طبعا اي مدرب نحكم عليها بنقول دايما من 6 إلى 8 مباريات او 10 مباريات، لكن في حاجه زي ما بقول لك انا بعدل لك الصوره كده، بقول لك ايه رايك شايف؟ فبتقول اتصور غير اللي انا شفته في الاول. في 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 حاجه بتتعمل وفي شغل بتعمل على الارض. مع ضيق الوقت وكل مباراه كل 3 ايام واصابات بهذا الحجم وضغط رهيب جدا وتفكير وكل الناس عندها امل حاطه الامل في الموضوع ده، كل ده بيمثل عوامل. لكن الفرق الكبيره الفرق الكبيره الابطال دايما بيظهر معدنهم في المواجهات الصعبه، دايما بيظهر قدرات الجهاز الفني في تجهيزه لاعبته نفسيا واحساس وازاي يقدر يطلعهم ويخفف عنهم الضغوط ويدخلهم المباراه وهم عندهم ثقه في نفسهم. دي من الحاجات اللي بتدي تفرق دايما يا كابتن هاني، بنضيف لها من مساله التفاصيل الصغيره اللي احنا بنقولها. انت رايح مباراه كويس يعني مش عاوز اقول لك كويس ان مفيش جمهور، يعني ايه الجمهور؟ الجمهور يعني عوامل الضغط، عوامل الضغط يعني سريعا هاخد راي حضراتكم انتوا الاثنين في نقطه سريعه جدا. عوامل الضغط كان عامل الجمهور ومش موجود، لكن كمان في عامل مهم جدا عامل التحكيم. طبعا النهارده في 17 يمكن في معسكر هنا في القاهره بالنسبه للحكام. طبعا خمس ايام علشان دول اللي هيختاروا منهم الحكام اللي هيديروا النهائيات. سريعا استاذ طارق واستاذ محمود، سريعا جزئيه التحكيم وشايفها ازاي هتكون في خلينا نقول السيمي فاينل وفاينل للمباريات الافريقيه او الشامبيونز ليج الافريقي. بص انا امنيتي ان ما يحصلش تاثير من الحكام على نتائج المباريات، طبعا كلنا بنتمنى، احنا مش عايزين حد يجامل لا الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز، احنا عايزين كل واحد ياخد حقه. فانا شايف لان المباريات دي محطوطه تحت منظور ضخم جدا، وخلي بالك اصل المباريات دي قعدت تستوي على نار هاديه بقى لها 5 شهور بتستوي، لو المباريات اتلعبت على طول ما كان الوضع اوضاع مختلفه وخلصت والبطوله خلصت مستنيه بدات الناس لكن انت قاعد مستني ويقول لك الحكام طب البطوله هترجع ولا لا وبعدين البطوله هترجع،
في سبتمبر وبعدين بقت اكتوبر وبعدين بقى النهائي في نوفمبر، يعني كل ده هيخلى كل ما بيعدي وقت كل ما الدنيا بتزداد سخونه وبيبقى المباراه محط انظار اكتر. فانا شايف ان شاء الله باذن الله مش هيكون في تاثير على للحكام على نتيجه المباراه. النادي الاهلي بس هو اللي لازم يعرف اسلوب الوداد اللي هو بيلعب 4-2-3-1، هيلعب غالبا 4-2-3-1 هناك، ولازم يكون الناحيه الجبهه اليمين اللي هي فيها اسماعيل الحداد ناحيه الشمال بتاعه الوداد دي يعني مهمه جدا جدا، لان هم اكتر ناحيه هاني او فتحي بالظبط ناحيه هاني ناحيه اليمين، وعندهم بديع اوك برده ناحيه اليمين، ده لازم تاخد بالك منه جدا. القلب بقى العمق اللي هو هيبقى فيه كازادي كاسينجو، مش كاسونجو هو كونغولي برده، كازادي كاسينجو اللي هو بيلعب اساسي دلوقتي، قبل التوقف كان ايمن الحسوني هو هداف الفريق اعتقد، جايب 8 اهداف في الدوري. فايمن الحسوني ممكن يلعب تحتيه شادو سترايكر، وتحتيهم الاثنين اللي هو ابراهيم نقاش ويحيى جبران، دول ما بيتغيروش. خط الظهر انا لاعب باربعه باك يمين، طبعا محمد نهيري اللي هو الباك اليمين الاساسي اللي جاب لهم جولين في ماتش النجم الساحلي لقاء الذهاب، محمد نهيري عشان العقد وبتاع فحصل خلافات بينهم من الفريق، فهو بيلعب جاموندي ثلاث لعيبه، لاعب العملود ولاعب عبد اللطيف نصير ولاعب في يوسف اللاعب الغاني ده، فغالبا هيلعب نصير وحمزه اسرار وابراهيم نجم الدين، دول هيلعبوا قلب دفاع، ويحيى عطيه الله ده هيلعب باك شمال. طبعا رضا التكناوتي اللي هو يعني اللي هو اللاعب حارس مرمى في كل المباريات اللي فاتت هو الحارس الاساسي. ده التشكيل كده غالبا مش هيطلع منه غير واحد بكتير يا قوي. طب خلاص عرفنا التشكيل الوداد، لكن ارجع للاستاذ محمود سريعا النقطه التحكيم اللي الاستاذ طارق قال لي ان واهميه المعسكر اللي موجود في القاهره زي ده على التحكيم بشكل كبير، وان يكون زي ما بنقول احنا مطالبين دلوقتي انت عندك العداله التحكيميه مش التحكيم على المحك في الكره الافريقيه وسمعتها واللي حصل في 2018 في 2019 نهائي الوداد والترجي والناس كلها اتفرجت والقضيه اللي وصلت للمحكمه الرياضيه والمنظر اللي حصل ده، كل ده بيضر بسمعه الكوره وبيضر بسمعه التحكيم حتى في استخدام حكام والاستعانه بيهم في كاس العالم. فاعتقد حتى برضو السنه اللي فاتت برضو كنا عاملين معسكر برضو هنا برضو في القاهره، وتم اختيار برضو العناصر اللي تم ترشيحها. انا عاوز اقول لك انه ما تركزش مع الحكم، اشتغل انت مع نفسك، يعني اعتقد انه هيبقى الوضع مختلف المره دي، لانه ما فيش غير الفرقتين والحكم في الملعب وكده اللي هيتفرجوا الناس اللي شايفين، واكيد في فار طبعا، فاعتقد فالدنيا هتبقى واضحه، والخطا اللي هيبقى فيه مبالغ فيه او تجاوز هيبقى يعني مكشوف، هتبقى فيه مشكله. يعني المساله لازم كمان ان يعني احنا لاعبتنا عاوز اقول لك برضو مش زي الطابع، مش واخدين الطابع الشراسه بتاع لعيب الشمال الافريقي. انت لما تشوف الاعتراض على الحكم بيتم ازاي، في سيناريو بيتعمل، في ناس بتتدرب على حاجه، ما بيعملش ما بيروحش للحكم لاعب، بيروح للحكم 3-4، يعني ايه عملوا على يعمل لك على الحكم عمليه ضغط. لاحظ حتى لما الاهلي اتعرض لوقعه الطرد في ماتش النجم الساحلي، شوف 3-4 لعيبه راحوا الحكم عملوا في ايه، يعني اللي يزقه من هنا واللي يعمل يعني ايه، شوف التصرفات. انت ما عندكش يعني الفكر ده، محتاج ده تدريب، محتاج يعني شغلك برضو، يعني ده من الحاجات برضو المهمه جدا ان يبقى عندك اضواء ضغط، ما تستسلمش لما يبقى عندك حاجه بتبقى انت دلوقتي. هو يعني طبعا الضغط على الحكم من جوه الملعب او اللاعبين ده يعني زي ما نقول في اطار القانون، لان مش عايزين حد لا 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 مش لا ده اطار قانون. يعني انا فاهم وجهه نظرك ان الحكم يحس بضغط حتى من اللاعبين، طبعا مش شريطه اعتراض، لكن يحس ان في حاله، والطبيعي ان كابتن الفرقه دايما بيروح، يعني هو دايما حامل الشاره، هو اللي بيروح دايركت للحكم، وهو ما يروحش وحده يا كابتن، هو ما يروحش وحده، يعني ما سلمش وحده للحكم، لانه لازم الحكم برضه لما تبقى يعني ايه بامانه، هم شطار في الحدوته دي في تونس والمغرب والجزائر بيعملوها بسرعه لانهم متعودوا، وخلال دوريات برضه بتبقى العمليه. احنا عندنا برضه يعني انت لاحظت كده لو جيت قلت لك حتى اداء يعني لعيبه الاهلي حتى في الاعتراض على الحكم في الدوري المحلي، شوف انت حتى في الطرد يعني سابوه وخد القرار وسحب وسمع وطلع الكارت ولغى الكارت، ما حدش كلمه. في انديه ثانيه بدات تعمل الخطوه دي. فانت التحكيم طبعا التحكيم الافريقي فيه ازمه، ما حدش يختلف على الكلام ده، لكن اعتقد المره دي المباراه البطوله عليها فوكس يعني كبير جدا، هتبقى هتمس سمعه الكوره زي ما حصل في 2019 احمد على المحك نفسه كرئيس الاتحاد الافريقي. فاعتقد انه هيحاول الجميع انجاح البطوله سواء الكونفدراليه وانجاح البطوله سواء دوري الابطال وخروجها بسلام، لانه ده هيصب في سمعه مصلحه الكره. صحيح، يعني طبعا احنا كلنا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي اكيد، احنا مش عايزين من تحكيم غير
العداله دايما بنبص للعداله والنادي الاهلي مش عايزين برضو ان هو ياخد من فكر اللعيبه لان ده برضو بياخد من تركيزك. لا يعني انا برضو ضد ان انت ايه تفكر في الحكم كتير تاخد من تركيز اللعيبه على حساب الحاله الفنيه. ان شاء الله يكون التحكيم بخير يعني باذن الله. نورتونا نشكرك استاذ محمود دكتور طارق نورتونا وشرفتونا في البيت الكبير وان شاء الله بقى نجتمع المره الجايه ويكون النادي الاهلي محقق نتيجه ايجابيه باذن الله. ان شاء الله شكرا لكم. دي كانت نهايه الفقره الثانيه. الفقره اللي جايه ان شاء الله حارس مرمى النادي الاهلي السابق الكابتن مصطفى كمال انتظرونا بعد الفصل.